ووصلنا للختام، ولازم نقول مبروك ونهني السينما المصرية ومهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، اللي قدر يقدم لنا دورة مختلفة، دورة ناجحة بكل المقاييس. بقول لك ألف مبروك، وطبعا مجهود كبير. انت النهاردة بتقول الحمد لله آخر الحمد يوم. لله جدا، الحمد لله. رد الفعل كويس جدا وانا حاسس بيه. الناس كتير قوي كان في نسبه مشاهده عاليه، افلام كتير قوي كانت جيده، وجالي فيدباك هايل من الناس. نسبه المشاهده احنا كل يوم متابعينها يوميا بيومين، بتزيد، وفي الاخر هنعمل تقييم لنسبه المشاهده، لعدد المشاهدين، العروض كان شكلها ايه، انتظامها، مواعيدها، كل الحمد لله بنسبه كبيره قوي. النهارده تقدر تقول انا جبت جون زي الصديقه كده النهارده لما اساعدتنا كلنا ولابسين اخضر او في مهرجان القاهره بيه. لا انا بقول ان احنا يعني اعتقد ان احنا جبنا جول، لان ده اللي نسمعه من الناس والمشاهدين. انا امل ان يبقى فيه جوال بقى، جول يعني. لسه كمان هتعلن دي، اعتقد انها هتلاقي اقبال كبير مع الناس، لان الافلام كويسه قوي اتعرضت. فاحنا الحمد لله يعني ماشيين على الخط السليم، ماشيين على الخطوات المفروض انها تبقى متواجده في مهرجانات دوليه. وارجو ان المهرجان في النهايه لما نقيمه الجمهور يكون استمتع بنوعيه افلام جايه من كل انحاء العالم. كانت مهمه طبعا جدا. كان هدف الفنان الكبير حسين فهمي بدايه المهرجان نهتم بالفعاليات اكتر من اننا نهتم بالفساتين والريد كاربت يعني طبعا مهمه، بس يكون الاهتمام الاكبر بالموضوعيه وصناعه السينما والندوات المهمه اللي فهل حسيت ان السنه دي فعلا توجيهاتك دي حققت الغرض منها، ولا ممكن السنه الجايه نلغي الريد كاربت عشان الناس تهتم بيه؟ لا لا، الريد كاربت لازم يبقى موجود، مفيش ما يتلاقيش، ده شيء تراديشنال في العالم كله. انما المضمون كويس، احنا عندنا مضمون قيم، افلام ولجنه تحكيم كويسه قوي، عندنا كان كلاسز كتيره مهمه طبعا، عندنا يعني الاندستريال، عندنا ورش، عندنا يعني الجامعة الامريكيه معانا، افلام الدوكيومنتري بتتعرض فيها، يعني عندنا نشاط زخم لمده 10 ايام، ثقافات جايه لنا من جميع انحاء العالم. فانا كان يهمني جدا ان الشكل يعني يمشي مع المضمون. لما يبقى عندك مضمون كويس قوي لازم مهم يبقى الشكل كويس، فانا مهتم جدا بالشكل زي ما انا مهتم بالموضوع بالظبط يعني. فالريد كاربت لازم تبقى موجوده، وزي ما شفتي حضرتك الريد كود، الكود اللي احنا اتفقنا عليه معظم الناس يعني متواجده محققه ده اكيد. فستان حلو قوي اللي انت لابساه، الاخضر جميل. احنا قلنا بقى نشجع مع بعض، تبقى سنه خضراء عليك ان شاء الله، وعلى السعوديه وعلى كل العرب ان شاء الله. ان شاء الله اللي بتتمناه اول حاجه القرار اللي هتاخده النهارده للدوره اللي جايه ان شاء الله. يعني انا عارفه حسين فهمي هيبدا من النهارده يجهز للدوره الجايه لمهرجان القاهره. اول قرار عايز تاخده بعد ما شفت العشر ايام اللي فاتوا، حاجات تبيع، حاجات تحطها يعني. انا اكتر حاجه تهمني ان اكتر عدد ممكن من الطلبه يجوا يتفرجوا على الافلام، ومحب السينما من الشباب ده كان مهم بالنسبه لي، وعايز احققه اكتر واكتر. احنا عملنا تسهيلات كتيره جدا لطلبه الاكاديميات، طلبه الفنون، طلبه السينما اللي بيحبوا السينما في جميع الاتجاهات. فانا عايز احققه اكتر، وعايز اكثر منه يعني، عايز اكتره ويبقى في انتعاشه كده فنيه جميله في الفتره دي. يعني دي من الحاجات اللي لفتت نظري، ان كان في فعلا الطلبه موجودين في كل حاجه، في الماستر كلاس، في الافلام، يعني حضورهم كان واضح. ولكن غاب شويه نجوم السينما اللي يعني عايزين نقول لهم ان المهرجان ده بتاعهم. هم معظمهم بيشتغل، ما هم اعتذروا لي يعني، كل زملائي في منهم مسافرين، وفي منهم بيشتغلوا بره، في منهم بيشتغلوا دلوقتي وبيصوروا. فانا نفسي عندي مسلسل وقفته عشان اجي المهرجان، وهرجع اكمل تاني. فليا زملاء كتير بيشتغلوا مش قادرين يحضروا، لكن اللي بيستطيع انه يحضر بيحضر، وده شيء يهمني يعني. على الاقل هم متحمسين، على الاقل هم مشجعيني، على الاقل هم موجودين ورايا.
لكن بعض الاحيان في منهم مش قادر يتواجد فيزيكلي يعني يبقى معانا. انا شفت الهام شاهين وليلى علوي من اكتر الناس اللي حضروا كل الافلام وحضروا كل الفعاليات. هياخدوا جايزه الجمهور. هم اللي لازم ياخدوا الجايزه. جايزه الجمهور. لان هم يعني عارفين ومقدرين. يسرى كمان معاهم. يسرى طبعا كمان. حضرت كتير يعني. بس طبعا اللي كنت دائما بشوفه في كل الافلام سواء العالميه او العربيه حقيقي، لان هم فاهمين يعني ازاي ندعم مهرجان بلدنا. مظبوط. وده هيعود على السينما بحاجات كتير. لا هم كمان بيحبوا السينما، بنروح مع بعض مهرجانات، سافرنا كتير مع بعض، حضرنا مهرجانات كتير ده من زمان يعني. وبنشاهد افلام. هي المهرجان اصله مش مجرد ان احنا نظهر ونتصور، المهرجان ان احنا نخش المشاهده. احنا كنا بنتفرج على 3 افلام في اليوم، ما انت عارفه طبعا. سافرنا كتير مع بعض يعني. اصحاب الهمم وجودهم كان مهم جدا، وكان في فرحه كبيره جدا في كواليس المهرجان من خلال التواجد ليهم. هل ممكن نشوف افلام تنتج من المهرجان لاصحاب الهمم تعرض الدورات القادمه؟ لا بصي، هو المهرجان ما بيتولاش الانتاج، لكن احنا هنا متواجدين نقدر يعني نرشح للمنتجين افكار، نقدر نحفزهم انهم يعملوا افلام لذو القدرات الخاصه. انا سفير دولي لذو القدرات الخاصه اللي هو السبيشال اولمبيكس بقالي 14 سنه، فكان مهم جدا ان انا ادمج اولادنا في المجتمع وانهم يتواجدوا ويحضروا مهرجان سينما زي ده والناس تشوفهم. انا عندي كمان المهرجان عملت 4 كراسي عجل اللي عايزين يحضروا وما عندهمش استعداد يعني الحركه والسلالم، عملت رامبس عشان يتحركوا عليها، يعني بسهل لهم الفرصه انهم يتفرجوا على اكبر عدد من الافلام. في المؤتمر الصحفي وعدت الجمهور وقلت فيه مفاجأة، هل المفاجأة بازالت موجودة هنشوفها النهاردة، ولا المفاجأة اتغيرت، ولا المفاجأة هي وجود أصحاب الهمم في لا هي المفاجأة إن مفيش مفاجأة يعني. المفاجأة مفيش يعني موضوع ريتشارد جير ده إشاعة. كان في مفاجأة. أنا أقول لك بصراحة كان لا مش إشاعة. كان في مفاجأة لكن للأسف في آخر لحظة ما اتحققتش. ما اتحققتش، ودايما بيبقى في يعني طبعا الفنانين بيبقى ظروف واحنا بنعذرهم. اتمنى السنه الجايه ان شاء الله نشوف دوره كالعاده ناجحه للفنان حسين فهمي. ان شاء الله. وجودك اضافه للمهرجان اسم حسين فهمي وعشقه للسينما. بشكرك جدا. حقق نجاح كبير. بشكرك جدا. انا بشكرك والى جدا. ان نلتقي في دوره جديده معاك ان شاء الله. شكرا. شكرا ليك.